يعني كيتشكى المستهلك كيتشكى التجار كيتشكى كلشي وكلشي كي يعني كيوجه الاتهامات للمربي للاسف. وهو مسكين هو مسكين الحلقه الوحيده اللي كتعاني في القطاع، لان حنا اللي كنسهروا على هذا القطاع هذا هذا المنتوج هذا من نهار كيتفقص من البيضاء حتى كنوصلوه للمستهلك، ولا ورغم ذلك كنتعرضوا للخساره، وحتى المربي ما عندوش الكرامه ديالو في هذا القطاع هذا، وما كيحس بانه كيمارس هذه المهنه هذه بواحد الطمانينه ولا سميتو. حنا دابا فيما يخص هذا الغلاء ديال الدجاج حنا راه كان يعني كنصرحوا به شحال هذا سنين هادو، حنا كان من عهد كورونا بانه راه غادي يجي هذا الشيء، كل شيء راه كنا كنصرحوا به وكنغوتوا، ولكن المسؤولين في القطاع للاسف ما يعني القطاع ما مهتم به حتى شي واحد، لان دابا التكلفه ديال الدجاج راه وصلت دابا حتى 16 درهم 15 ونص. هذا في حالات قلنا الا ما عندكش المشاكل في القطاع، ما عندكش في القطيع ديالك. دابا الاعلاف راه ارتفعت لواحد الثمن اللي هو يعني قاسي بالنسبه للثمن هذا 6 دراهم، وعلى حسب كل واحد وكيفاش كياخذ هذه الاعلاف، كاينه من 5 دراهم و70 حتى 6 دراهم. يعني راه المواد الاوليه راه هبطت تقريبا ما يفوق من 6 شهور هذه، والمواد الاوليه راه هبطت، ولكن للاسف الشركات ما نقصوا والو، لان كان من المفروض تقريبا واحد 5 شهور هذه ولا 4 شهور على الاقل كان الثمن ديال العلف ينقص بواحد الدرهم ونص حتى 2 دراهم. يعني هذا هو الماكسيموم اللي خصو يكون، لان المواد الاوليه نقصت على برا اللي كتستورد من برا، وترونسبور نقص، وعاود حيدوا لهم تي في ا، وحنا المربي ما يعني المربي ما نقصلو والو، ما نقصلو إيه الناس، يعني القطاع محتكر، يعني الناس كيستغلوه بالطريقه ديالهم الخاصه ومصالح الشخصيه، وللاسف الدوله ما كتدخلش في هذا الشيء، وخاصه وزاره الفلاحه دي كنستنجو من يعني كنغوتوا من اجل وزاره الفلاحه باش تدخل في هذا الشيء، ولكن للاسف ما كاين شيء. ونزيدوا عاوتاني نشوفوا الفلوس اللي هو ارتفع من كان البروغرام ديالو من 3 دراهم ونص 4 دراهم، دابا راه طلع ل 5 دراهم. هذا بروغرام خليه عاوتاني النوار داك اللي كيتباع ثاني في النوار، وللاسف يعني واحد العدد ديال العراقيل، وزايدون هاد اليامات هذه فاش ارتفع بهذا الثمن راه الناس كاينين اللي لاحوا القطيع ديالهم كامل، لكن واحد الفيروس اللي هو خاطر، يعني اشناف اندول اللي هي البرونشيت اللي كتجي كتدخل لك على القطيع، الا جاب الله لقاتو ما عندوش المناعه وما شاد في راسه مزيان راه كطحنو، وهذا كيخضع للجوده اللي خصها تجي في الفلوس اللي خصها تجي في الفلوس من لي كوفوار، وكذلك جوده الاعلاف. يعني هذه بعدا الجوده اللي ما كاينه في الفلوس راه ما غاديش يمكن له يوقف امام هذا الفيروس هذا اللي كيجي لنا، فيروس فكاك يعني كيضرب لك القطيع وكل شيء، على الاقل كاين اللي كيضرب له 50%، كاين اللي كيضرب له 60%، راه هذا هو اللي جعل الدجاج تغلى. وكاينين الناس اللي مشاو في حالهم، الناس مساكنه يعني بالنسبه للمربي المتوسط والصغير راه مشى في حاله، لان كيشوف التكلفه وصلت 16 درهم 15 درهم، وكيقول لك واه كيفاش يتقام عليا الدجاج ب 15 درهم 16 درهم، وكان يعني كان 90% راه كيخصو يبيعوا ب 12 درهم 14 درهم 13 درهم، لان ديما السوق مستمر في هذا الشيء. ولكن ملي مشاو الناس اللي كيربيو يعني ديجا راه تهلكوا وتراكمت عليهم الديون، لان راه ما كاين شي مربي في القطاع اللي ما عليه ديون. يعني تقريبا من 2015 فاش دخل هذا الفيروس هذا كتراكم الديون على الناس، زادت 2020 ملي كانت الكورونا كملت اللي بقى، لان الناس باعوا الدجاج هذيك الساعه ب 5 دراهم 6 دراهم الكيلو، عرفتي راه شحال مشات، راه مشات 10 دراهم مشات له فاسميتو، راه ديك الساعه راه الديون اللي تراكمت في كورونا راه ما يعلمه الا الله سبحانه وتعالى والمربي. هذا هو المشكل ديال الغلاء، وعاود المشكل دابا القطيع راه ما يمكنش يدوز بسلامة الا ما كاين المشاكل، لان خاصة الا قلنا دابا الا ما كانش ما جيبش الجودة من لي كوفور.
خاصو يجيب الجوده، لان هادشي ما كيراقبو حد. وللاسف بطبيعه الحال ما عندك ما عندك ما دير، داك يعني كدير الطلب ديالك يعني الحاجه اللي جاتك راه سميتو، لان كتشوف دابا حتى بالنسبه للقطع كتلقى فيه لا كاليتي ماشي مقاده، كتلقى واحد مثلا ديال 2 كيلو ونص، كتلقى واحد ديال 2 كيلو، كتلقى واحد ديال كيلو ونص. يعني هنا فاش كتعرف بان راه الجوده ناقصه. لا كاين يعني المشكل اللي كاين هو كاين الفلوس اللي كيتعرض دابا لا كيتباع في النوار، كيتباع باعلى ثمن، لان ملي كنقولوا النوار راه كاين الفلوس اللي كيتباع حتى 6 درهم 6 درهم ونص، كيكون ثاني بينه وبين البروغرام درهم حتى درهم ونص. هنا يعني التكلفه اللي كتزاد علاش؟ يعني راه الوساطه قهروا القطاعات بصفه عامه، ليس بقطاع الدجاج فقط. فحسب راه يعني القطاعات كلشي راه دمرهم الوساطه. اذا خص الكوفوار يتعامل مع الضيعه، مع صاحب الضيعه مباشره. وهادشي راه كاين القانون ديالو، راه كاين القانون اللي كيفرض اللي كيمنع على 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 لي كوفوار باش يبيع الفلوس الا للضيعه المرخصه. هادشي راه كاين، راه واضح، راه كاين، ولكن للاسف ايه ما الناس ما شاء الله وصافي. هادشي بقى ولات فيه مصالح شخصيه صافي، والدوله قاعده جالسه كتفرج. وهادشي راه كنا كنغوتوا عليه شحال هذا، قلنا راه نقدوا المربي، قلنا في 2020، قلنا في 2021، ديما كنغوتوا على هذا المشكل اللي كاين حاليا. نقدوا المربيين باش يبقاو يستمروا في التربيه. دابا مشاو الناس كلشي، دابا في هذا الثمن هذا راه كاين يعني الاقليه اللي كاين عندهم اللي كتلقى عندهم السلعه، الاقليه ديال الناس اللي كتلقى عندهم دابا السلعه. داكشي علاش ارتفع الثمن وشتي الا كان الثمن مرتفع، الا كان الثمن باقي هكا حتى عام من الايام، يا ربي يرد المربي داكشي اللي تراكم عليه في هادشي الفايت، لان الديون راه ما كتسحبش عليك، راه ديما كتبقى عليك. دابا اليوم كاينه 23 درهم اللي كاينه بالنسبه لجهه سوسماسا، 23 درهم اللي كاينه. لا بالنسبه لهنا الضيعه وكاين بعض التلاعبات اخرين عاوتاني من الضيعه حتى الموزيع حتى المستهلك، راه كاين بعض التلاعبات تما، كاين بعض الخطر اللي حنا كنلقاو 6 دراهم ديال الفرق ما بين الضيعه والمستهلك. هنا فاش كيكون بزاف الاشكال. لا نورمالمون خاص دابا الضيعه، راه الضيعه مثلا كاينه 23 اليوم، خاص الريشه يوصلها ب 24، والريشه خاصها تضيف واحد 2 دراهم ونص الله يجعل البركه. وإلا الا مشيتي اليوم، الا مشيتي اليوم دابا الريشه يمكن تلقاه مثلا ب 5 بسميتو، تلقاه ب 27 ونص 28. وكاين بعض الاماكن عاوتاني اللي كيبيعوا فيها يقدر يوصل حتى 30 درهم. هذا هو المشكل. المسؤولين كانوا تيخرجوا بتصريحات كيقولوا الشعب المغربي راه كونوا هانيين، راه السوق راه غادي يرجع، راه الدجاج غادي يرجع للمكانه ديالو. للاسف لان لا يعلم الغيب الا الله سبحانه وتعالى. هذا مخصوص الانسان يتسرع. تراجع ديال الوفره واش كاين؟ ايوا المهم دابا حاليا اللي كيبان كيتهز، لان الدجاج قليل، الدجاج في الحقيقه راه قليل كما قلنا. دابا راه كاين غير بعض الاقليه ديال المربين اللي عندهم اللي كيتواجد عندهم دابا الدجاج. اما بالنسبه للناس اخرين راه قلت لك راه دمروا مساكن وعليهم ديون وحبسوا ملي شافوا التكلفه، يعني ما كيوصلوهاش في البيع. ما كيوصلوهاش في البيع. ولو كان ما كان هذا الفيروس هذا اللي قلنا داز اللي كاين حاليا، راه دابا الدجاج ما غاديش يوصل لهذا الثمن، تقريبا لهذا الثمن وكلشي. ولكن راه كما قلنا راه دابا كاين اللي مشات له 50% 60% في القطيع ديالو، داكشي اللي كيبقى له راه ما يمكنش واخا يبيع حتى 27 درهم في الضيعه، ما غاديش يخرج فيه، لان باش ما كانت تفقد واحد الكميه في القطيع ديالك كتزاد التكلفه، ما كتبقاش غير التكلفه ديال المواد، يعني كتزاد التكلفه ديال المورتاليتي اللي كتمشي لك، ديال الوفيات اللي كتمشي لك بسبب الفيروس.